طيب مثل ما انتم عارفين انا صرت هلا مع سيف مدرب جديد، وهلا حادخل بجو تدريب بجد اكثر. حيكون عندي خطه اني اتطور اكثر واكثر، مش بس عم بتمرن عشان حافظ على المستوى، بدي احاول انه اوصل لمستويات اعلى. فمن اسبوعين تقريبا كنت عم سوي تمرين وحسيت الم غريب بكتفي. سبب الالم مش التمرين نفسه، بس التمرين وضح لي انه انا عندي مشكله بكتفي، ما بعرف شو هي. وانتبهت انه الاسبوعين اللي فاتوا مع التمرين عم حس انه ما عم يروح الوجع، ويعني مش عم يوقفني من التمرين لكن مزعج شوي. فاتصلت مع محمود وقلت له انه بدي اجي استشاره، وبدي خليها عادي اني اروح لعند الاخصائيه علاج طبيعي، بس عشان اتاكد انه كل شيء مزبوط. يمكن كل اسبوع كل كم اسبوع اروح بس استشير، حتى لو مش حاسس الام، بس انه اتاكد انه كل شيء مزبوط عشان بس التدريب والتحضير لو في بطولة إن شاء الله بالمستقبل يكون كل شيء تمام. ومرة واحدة جتني شحنة من فترة الصراحة، بعتولي من فترة مثل الكب، مثل كاسة الحجامة بس بالكهرباء، تشتغل كتير حلو، سوي عليها مثل ريفيو ولا سوي عليها تقييم. طبعا أنا مش أخصائي علاج طبيعي وهذا مش مكاني عشان أنا أقيم هيك شيء، لكن بحب أجرب هالأشياء. فمرة واحدة بروح عند محمود، رح افتحها هلأ واشحنها بس عشان تكون جاهزة. بروح لعند محمود ونجربها عشان هو أدرى بهالموضوع، وهو اللي رح يعطينا الرأي عشان هو اللي بيستخدم هالأشياء مع المرضى تبعه. فخلينا نفتحها ونشوف شو في بالعلبة، بعدين نشوفكم عند محمود بعد ما نشحن البوكس. شيكنا على الستركتشرز، اي وحده فيها مشكله او فيها اوفرلود. هلا طلع معنا بايسبس تندون عندك فيه اوفرلود، ما وصل لمرحله الانفلاميشن الالتهاب، بس عليه جهد زايد هو بنسميه اوفرلود. هلا هذا بيسبب انه يصير في كومبنسيشن، في عضلات بتشتغل اكثر من اللازم لحتى تخفف الالم عندك. شو هي العضلات اللي عم تشتغل اكثر هلا؟ بعضهم بيكونوا للاستابيليتي مثل الانفراسبونيتس، التيرس ماينر اللي هن بخلف الكتف، هذول بالخلف. وعندك فوق الابر تراب، هدول اللي شغالين ليثبتوا المفصل، لانه من يوم ما يحس المفصل اللي هو ان انستابل بوزيشن هدول بيشتغلوا. اذا اشتغلوا زياده على اللود اللي انت عم تسويه صار في اوفرلود عليهم. فهلا احنا رخيناهم شوي ونشوف نعمل اسسمنت مره ثانيه للموفمنت. اوكي، لما نشوف الموفمنت كيف وضعه. مش بار فادي، خليني فرجيك انا بالضبط كيف الوجع بيجيني. انا خليني وراك. طيب انا بالعاده لما جهز حالي فيها بنش بس وبشيل البار عن الراك، اوكي هون ما في شيء. لما بنزل يعني هون شوف، انا هلا الحركه هاي هيك في وجع، لتحت في وجع لما عملت هيك. فين الوجع؟ نفس المكان؟ نفس المكان. لوك اوت. طيب. يعني هلا لما بنزل ما في شيء هون، في شيء هون، ما في شيء هون. هلا هون ما في شيء الحمد لله. بس شوف انا لما بدي اجي ارجع الوزن هلا هون في وجع. يعني هي الحركه هاي بحس في شيء بالستابلايزر يمكن. أوكي. قلت انت طيب نريح البار. تخيل في هيك صندوق وانت عم تخلي ايديك جوا الصندوق. والله فيل هارد، صعب شوي. يا يعني اوريدي حاسس فتيق، وفي ممكن واحد احيانا تحس بيرنينج سنسيشن. هي اوريدي بيرنينج هلا. خليك مثل ما انت، نزل هيك لتحت وريح، رجع وريح. والله العضلة مشدودة مضبوط. خلينا نجرب شو إذا فرقت. يا شيخ راحت، مش فرقت. معقول كله هذا اللات عم نعمل هيك؟ هلا شوف هون
لما اجي لوك اوت في شيء خفيف يعني بس مع اللوك يعني نقول 90% راح الوجع. بيرفكت. طيب ريح شاكين اكثر هون يا اصعب كانت بس زيرو بين زيرو بين معناها عندنا الاستابيليتي محتاج تشتغل عليها اكثر. كان في اولد انجري بالكتف هذا والله كان في كان في كان في اولد انجري كان في هذيك ما كان فيها ولا شيء ما كان فيها هذه اصلا طول حياتها حاسه فيها فيها شيء غلط يعني الرينج تبعها يعني حتى لما تعمل التست تبع هون كانت هاي هون وهاي هون اوكي دائما ليمتد كمان فيري ليمتد كانت هلا تحسن الوضع بس من اول كان كثير ليمتد 15 وحتى ما في كثير شيكينج ما في كثير شد ما في شيكينج كثير يعني مثل مثل البوش اب هيك يا جو على ايد واحده خلينا نبلش بالسليم عشرة كان شاكين كتير خمسة ما تروح اكستنشن روح بس بي بيرفكت بس انه ابدا ما عندي رينج ولا اكستنشن هذا اللي تخليه يروح كثير اكستنشن كانك عم تشد بطنك تعمل اكستنشن بالصدر اكزاكتلي شكرا فصفصتني اليوم مضبوط لا لسه شكرا اليوم السبت بيبين اسوي صح وكمان لا مش يوم السبت بصير وقت ثاني بشوف الريفيو تبعك ريفيو يا اكيد فترحنا فيه يس